السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم الخلية، وحدة بناء أجسام المخلوقات الحية. يا ترى يا أصدقائي، ما هي وحدة بناء هذا المنزل؟ أحسنتم، إن وحدات البناء لهذا المنزل هو الطوب، لذلك يشيد هذا المنزل بواسطة أجزاء صغيرة من الطوب تجتمع معا لتكون هذا المنزل يا أصدقائي. والآن يا ترى، ما هي وحدة بناء أجسام المخلوقات الحية؟ رائع، إن وحدة بناء هذا المنزل هي الطوب، أما وحدة بناء أجسام المخلوقات الحية فهي الخلايا. إن هذا الحصان يا أحبابي يتكون من وحدات صغيرة تسمى الواحدة منها خلية، فالخلية هي وحدة بناء جسم هذا الحصان. فجميع المخلوقات الحية تتكون أجسامها من وحدات صغيرة جدا تسمى خلية، وهذه الخلية يمكن رؤيتها أو أجزاؤها بالمجهر. إذن جميع المخلوقات الحية تتكون أجسامها من وحدات صغيرة جدا تسمى خلية، مفهوم؟ رائع، أحسنتم. نعني بالكائنات الحية يا أصدقائي الإنسان والنبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة. يا ترى، هل للمخلوقات الحية احتياجات؟ نعم، احتياجات المخلوقات الحية الأكسجين، الغذاء، الماء، مكان لتعيش فيه. يقوم المخلوق الحي بخمس وظائف أساسية لكي يعيش، يا ترى ما هذه الوظائف يا أصدقائي؟ أحسنتم، التكاثر، الغذاء، النمو، التخلص من الفضلات، الاستجابة. التكاثر، إنتاج مخلوقات حية جديدة من النوع نفسه. النمو، زيادة وكبر حجم المخلوق الحي. الغذاء، تحصل المخلوقات الحية على الطاقة من الغذاء الذي تأكله، فمثلا هذا الدب يتغذى على الحشائش، والحشائش من النباتات تصنع غذاؤها بنفسها. التخلص من الفضلات، وهي طرد الفضلات الناتجة عن عملية التغذية، ويمكن التعرف على الغذاء الذي يتناوله المخلوق الحي من الفضلات التي يطرحها. الاستجابة، وهي استجابة المخلوقات الحية لتغيرات البيئة من حولها. يا ترى، لماذا تأخذ جميع نباتات تباع الشمس في هذه الصورة الاتجاه نفسه؟ رائع، لأن نبات تباع الشمس مثله مثل سائر النباتات ينمو في اتجاه الضوء، ويسمى نمو النباتات في اتجاه ضوء الشمس الانتحاء الضوئي. والآن نلخص ما تعلمناه اليوم كالآتي: أولاً، تعرفنا على مفهوم الخلية، وهي وحدة بناء أجسام المخلوقات الحية. تعرفنا أيضاً على الوظائف الحيوية، وهي التكاثر، الغذاء، النمو، إخراج الفضلات، الاستجابة للتغيرات البيئية. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، ومع السلامة.